من جنوب الضفة الغربية نذهب إلى لندن إلى مراسلنا هناك عمر شاكر. عمر، بريطانيا تقف، أو بالتحديد إنجلترا تقف أمام تحدي كبير، هو الذهاب إلى المزيد من تخفيف الإجراءات، إجراءات الإغلاق، وهذا يحمل تحديات كبيرة إلى ربما الدخول في موجة جديدة من تفشي هذا الوباء. دعنا أكثر في التفاصيل لديك وفي الأصداء. هذا صحيح بهاء، بريطانيا بنهاية هذا الأسبوع ستبدأ مرحلة متقدمة من تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي والإغلاق العام في البلاد بالسماح للمطاعم والحانات بفتح الأبواب أمام الزبائن بدءا من 4 يوليو المقبل، لكن هناك تحدي كما ذكرت، وأول هذه التحديات يبدو أنه يأتي من مدينة ليستر شمال لندن في وسط إنجلترا التي تفشى فيها فيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين بشكل وبمعدل متصاعد، والحكومة تفكر الآن بتأخير هذه المرحلة المتقدمة من تخفيف إجراءات الإغلاق العام إلى 2 أسبوع على الأقل بعدم السماح للمطاعم والحانات بفتح الأبواب خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل بسبب هذا التفشي. وهذا ما قالت عنه الحكومة سابقا، أنها ستحاول السيطرة على أي تفشي جديد للفيروس في مناطق جغرافية محددة دون اللجوء إلى إغلاق عام ثاني، لكن الحكومة كمان أيضا ذكرت على لسان رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن يتردد في إعادة فرض الإجراءات الصارمة في حال كان هناك تفشي أو موجة ثانية لفيروس كورونا. حتى هذه اللحظة يبدو أن معدل الإصابات والوفيات ما زال متراجعا، لكن هذا لا يعني أن الفيروس انتهى بشكل عام. بها كيف